شوفوا كتجمع الكا، شوفوا الفوندون تري تري بون. والو اختي غير ما جانيش النعاس وقلت نوض ندير واحد شويه المعلكه. انا المعلكه كتعجبني بكاوكاو وما كتعجبنيش باللوز. المهم هنايا عندي 500 غرام ديال الكاوكاو، غادي ندخلها في الفران نخليها غير شي 5 دقائق غير تحمر، حيت باقي غادي يطيب في الفران. جي باسي 5 مينوت، 5 ديال الدقائق في الفران، خصو يكون باقي شويه ابيض غير كتصهديه 5 مينوت وندوزو نطحنوه بالقشور ديالو. انا اختي من بعد ما طحنت الكاوكاو ديالي غادي نجيب باش نوجد، عندي جوج معلقات ديال الكونفيتور ديال المشماش دابريكو، جوج ديال المعلقات ديال الزبده دونك بور بلا تمبيراتور تاع لا كويزين، يعني ما يكونش تيكون بوماد، قبيس هاد الملحه تو بتي بو دسال، وهنايا ان سكر فاني، ليفور شيميك الخماره وحده، جوج ديال البيضات، دو زو، كنخلط شويه هاد المهم لا بغيتي ديري ان فوي ديري، انا جو فيغ افيك لا مان. تنزيد 100 غرام ليكيفالون ديال كاس كبير ديال سكر غلاس، انا ما كنبغيش الحلاوه درت 100 غرام، والكاوكاو غنبقى نضيفو بشويه بشويه. الكاوكاو راه عندي 500 غرام، 500 غرام ربعه ديال الكاوكاو، ونبقى نخلط. فاش كتكونوا تتخلطوها في الاول راه تتكون شويه مطلوقه ليكيد كولونت، كتخليوها ترتاح واحد 5 دقائق ولا لاس هكايا بوزي واحد 5 مينوت، اي سا ابسورب تتنشف كتولي شويه ناشفه. غنخليها ترتاح شويه ونبدا نكور. ها نتوما بخي هذوك من بعد ديك 10 دقائق هي ولات معلكه تجمعات، ما بقاتش ليكيد بحال قبيله، دونك ابخي 10 مينوت فوالا سا بيان ابسوربي. صافي باش ما تبقاش تلصق ليا تندوز يديا في الماء الزهر لا فلور دورونجي، و تناخد هكايا و تندير لي بولات ديالي بحال هكا، و تلوحهم في لو سكر غلاس، تنعاود وحده اخرى، اي فوالا. صافي من بعد ملي كيتغبروا مزيان هكايا تنهز الكويره ديالي تنحطها في المول اللي غيمشي للفران، وتنضغط ضغطه صغيره بالصبع ديالي. صافي هكايا، يا ابري جابوي جوست ان بتي بو، وتنكون مسخنه الفران ديالي ا 180 دغري، تتكون تنكون دايره على درجه 180 ديال الحراره. ملي تندخلها الفران هنايا كنديرها 10 دقائق في الفران لا اقل ولا اكثر غير يطيب ليا داك البيض، كتحطيها من الفوق حتى تتفرقع وكتهبطيها لتحت كمل طيابها وكتكون واجده جوست ان او، اي اون فوا كالي فيسوري بارتو ا سو مومون لا جو لا ديسون اون با، ال دو با ديباسي 10 مينوت دون الفور. يلا غندخلها للفران ونرجع. يا من بعد ما خرجتها من الفران تتجي غزاله ومعلكه، كتجي مشققه، شوفوا كتجي معلكه، شوفوا الفوندون تري تري بون. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش البارطاج، الى اللقاء في وصفه جديده، باي باي.